الصلاة على محمد وآل محمد. نحن اليوم في ضيافة عائلة المعتقل أكبر علي. نحن هنا مع عوائل الشهداء والنشطاء، أتينا لهذا المنزل العامر لنتضامن مع هذا المعتقل الذي اعتقل وهو لا يزال في سن 17 سنة وحكم بأحكام قاسية جدا وصلت لحد 64 سنة، كما هو باقي أبناء هذا الوطن الذي تم اعتقالهم وحكم عليهم بأحكام تصل إلى المئات من السنين. نحن هنا لنطالب الجهات الرسمية بتوفير علاج لازم إلى هذا الشاب الذي بدأ يعاني من أمراض كثيرة، وهذا حق من حقه أن يوفر له بيئة صحية للعلاج، حق دولي وحق السجين يجب أن تتوفر له جميع سبل الراحة داخل السجن، وهذه من ضمن الأشياء التي يجب أن تتوفر لهذا السجين. نحن هنا أنا برفقة عوائل الشهداء والنشطاء أتينا لهذا المنزل لنعلن تضامننا معهم ونطالب بتوفير العلاج اللازم له، ونطالب ب طلب العلاج اللازم غير طلبنا المستمر بالإفراج عن جميع المعتقلين، فجميعهم معتقلي رأي وجميعهم معتقلين مطالبين بحقوق. ما يتم الحكم فهو أحكام قاسية جدا لا تتساوى مع ما يقوم به من مطالبة بحقوق عبر التعبير عن الرأي. نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين كما نطالب بالإفراج عن المعتقل أكبر علي، ونطالب الآن بتوفير العلاج اللازم له بأسرع وقت، فما يمر به هو أمراض قاسية جدا عليه وعلى أسرته. نكرر تضامننا مع عائلة ومع المعتقل أكبر علي نيابة عني وعن جميع عوائل الشهداء والنشطاء أتينا للتضامن معهم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.